هو يوم جمعة شهد مقتل 19 مصريا على الأقل، أصيب العشرات واعتقل المئات طبقا لرواية وزارة الداخلية. غير أن التلفزيون الرسمي المفترض نظريا على الأقل أنه يمثل المصريين جميعا باعتباره ممولا من قوت المواطنين كافة، ظل ينقل برامجه المعتادة ولم يقطع إرساله ولم ينوه ولو بسطر على شاشته عما يحدث في محافظات البلاد المختلفة. وعندما حانت اللحظة وبدأت النشرة الرئيسية جاءنا العنوان التالي: قوات الأمن تخوض مسيرات لأنصار التنظيم الإرهابي بالقاهرة وعدة محافظات واشتباكات بين الجانبين في الإسكندرية. تهمة من وصفهم التلفزيون الرسمي بالإرهابيين جاءت في التفاصيل على لسان المذيع أيضا. كما تمكنت قوات الأمن من إنهاء مسيرة لأنصار التنظيم بعد محاولتهم قطع طريق أمام المحكمة الدستورية العليا. هذا وقد رفع المشاركون في المسيرات صورا لشعار رابعة ورددوا هتافات مناهضة للقوات المسلحة والشرطة ومسودة الدستور الجديد. أصبحت المعادلة إذن: أنت ضد الدستور، أنت تنتقد بعض ممارسات الجيش والشرطة، أنت ضد الانقلاب، إذن أنت إخواني ومن ثم أنت إرهابي، والنتيجة أن يستحل دمك بيد السلطة أو مجهول ممن يطلق عليهم المواطنين الشرفاء. وإن جوت أخذ بك إلى السجن بقائمة تهم يقول ضحاياها إنها سابقة تجهيز. هذه التهم والأحكام سابقة تجهيز لا تقتصر على وسائل الإعلام الرسمية والخاصة، بل تأتي أيضا على لسان علماء دين. يطبق عليهم حد الحرابة، لو عرف إن هو لو اتمسك هيقتل أو هيصلب أو هينفى من الأرض أو نقطع إيديه ورجليه من خلاف بالقانون، من خلال القاضي، من خلال المحاكم، من خلال الوسائل الشرعية، مش هيعمل كده. والمتحدث هنا يرتدي زي الأزهري في الصباح باعتباره إماما لمسجد عمر مكرم، ثم يرتدي حلة المذيع في المساء في برنامج تبثه قناة خاصة. تنتقل الكاميرا إلى مشهد مختلف هنا في الإسكندرية، مظاهرة مؤيدة للسيسي ولخارطة الطريق ومسودة الدستور. لم تتهم بتعطيل المرور، ولم تتعرض لها الشرطة، ولم يتصدى لها المواطنون الشرفاء، ربما لأن هؤلاء فقط هم الشرفاء من وجهة نظر حكام مصر ما بعد الانقلاب.